وعندنا معلوم أمر أساسي وهو أن نقوم كلنا بعمل ديال الاقتصاد في الماء والنجعة المائية. هذا عمل ديال المواطن، هذا عمل ديال الصناعة، هذا عمل ديال السياحة، هذا عمل ديال الإدارة، هذا عمل ديال التعليم، هذا عمل ديال الجميع، وينبغي أن ننخرط جميعا في هذا المجال، وأدعوكم لمساهمة معنا في من أجل تحسيس المواطنات والمواطنين وتحسيس الجماعات كذلك المحلية اللي عندها دور أساسي، والغرف فضل الغرف المهنية كذلك اللي عندها دور مهم في هذا الإطار، باش إن شاء الله نوصلوا النتيجة جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.